ورطة تهدد الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، وأبواب الجحيم قد تفتح عليه بحسب وصف وسائل إعلام أمريكية. القصة بطلها موظف سابق في منصة إكس التي يمتلكها ماسك، فما هي تفاصيلها؟ قبل عامين رفع ذلك الموظف وغيره دعوى قضائية ضد ماسك تطالبه بالحصول على مكافأة نهاية الخدمة بعد فصلهم من تويتر سابقاً، عقب استحواذه عليها رسمياً وتخفيض عدد الموظفين من 7000 إلى 2000 موظف فقط. منذ ذلك الوقت كان الموظف ورفاقه ينتظرون الحكم ليصدر أخيراً لصالحهم، ويكون الحكم بحسب بلومبرغ مقدمة لآلاف الدعاوى الأخرى التي رفعها موظفون مفصولون من إكس على ماسك للحصول على مكافآت نهاية الخدمة. وبحسب بلومبرغ فإن 15 قضية أخرى مماثلة يتم تداولها حالياً في المحاكم الأمريكية، لتنضم إليها دعوى أخرى بعد أن منح الحكم الجديد بارقة أمل للموظفين المفصولين. ولهذا السبب نقلت بلومبرغ أن ماسك ربما يلجأ إلى عقد اتفاقات جماعية أو فردية بين الشركة والموظفين المفصولين لمنحهم تعويضات تتناسب مع حجم الضرر الذي وقع عليهم جراء فصلهم، وربما إعادة بعضهم إلى العمل حال تعذر إجراء تسويات قانونية معهم.